gravidify, para 4, woman at 39 weeks gestation with preeclampsia, delivers vaginally. After the placenta is delivered, there is an appreciable vaginal bleeding, estimated 900 cc. Her prenatal course has been uncomplicated except for asymptomatic bacteriuria cases caused by E. coli in the first trimester, treated with oral ciprofloxacin. She denies a family history of bleeding disorders. She was on magnesium sulfate, medically and surgical free, no allergies. Okay. أميرة في شيء ثاني تضيفي؟ الفيزيكال اكزامينيشن. انت اي جروب أميرة؟ دي 7؟ اي دي 7. طيب خلاص وقفي هون بالله يا أميرة. على الهيستوري ولا الفيزيكال؟ وقفي على الهيستوري وقفي. اوكي. طبعا هذا الهيستوري غير كافي نهائيا. هلا لو انا حكيت لكم خذوا ريليفنت هيستوري من مريضة عندها بوست بارتم هيموريج. شو الأشياء لازم نسأل عليها؟ ندوك يا مريضة، حقول كي مريضة ولدت هلأ وعندها postpartum hemorrhage. شو الأشياء لازم نعرفها بالهيستوري؟ المود of delivery. أوكي، المود of delivery. مين أنت؟ عبد الله سلمان. دي 7 أنت كمان؟ لا، دي 6. طيب عبد الله، غير المود في دليفري شو كمان بدك تعرف عن هاي مريضة؟ عندك مريضة يقول لك مريضة ولدت دكتور بغرفة الولادة، وعندك مريضة بغرفة الولادة ولدت وعندها بوست بارتم هيموريج، بس بدك تقول لهم ولد طبيعي ولا قيصري مالتي بارس او إيه؟ او لا، اذا كانت مالتي بارس او لا، اذا كانت فاجينال دليفري، اذا كانت اسيستنت اور نوت. كمان انت حكيت فاجينال دليفري او سيزارين، بعدين حكيت مالتي بارس. اوكي، بدك تعرف عن البريتي، تفرق معك إذا واحدة برايمي ولا واحدة بارا إيت ولدت؟ الرسك يزيد إذا كانت مولدي. أوكي، شو كمان بفرق معك؟ الأماونت أوف بليدينج. ماشي، الأساس الأماونت أوف بليدينج قديش نسلت. ماشي، خليك عبد الله كمل. شو كمان بدك تفرق؟ مين أنتي؟ حياة تشتوش. إيش الحياة بدك تعرفي؟ عن التايم، إذا كان primary أو secondary، نشوف إذا كان بوقت 24 hour، يعني as 24 hour بيكون primary، إذا كان ما بعد. انت اي جروب؟ دي 6. ما هي هلا ولدت حياتها، شنو البوستبارتم هذا نحكي عنه احنا قاعدين مناقش اليوم؟ إذا هلا ولدت كانت primary. شو تعريف primary؟ within 24 hours bleeding. وقديش لازم تكون كمية البليدينج حتى اعتبره بي بي اتش؟ مور ذان 1000 اللي بفرق مو سيزيريان حسب ايش؟ مين حكى حسب؟ انا دكتور. مين انت؟ اذا كان فاجينال اكثر من 500 سي سي، واذا كان سيزيريان اكثر من 1000 سي سي. مين انت؟ رامي. اي جروب يا رامي؟ دي 8. أكثر من 500 تقريباً، هو الأفريج 500 سي سي إذا كانت مريضة فجانة دليفري. إذا كان سيزيرين سكشن إحنا نحكي أكثر من لتر يعتبر بي بي اتش، بالفجانة دليفري أكثر من 800 سي سي يعتبروا بي بي اتش. أوكي، تسأل إنها شو عن دراجز إذا ما أخذها مثلاً المغنيسيوم سلفيت، لأنه هذا لسه. أول شيء إحنا بالجماعة دائماً بس تأخذوا هيستوري أو نجيبكوا الامتحان تيك ريليفنت هيستوري، يو هاف تو بي سيستماتيك. تبدأ من قديش أنت بروفايل إذا كيش تعرف قديش عمر المريضة؟ كيش تعرف كم عمر المريضة؟ نبدأ دائماً من قديش أنت بروفايل. فدائماً نبدأ من قديش أنت بروفايل. أول شيء بدنا نعرف الإيج تبع المريضة. واحدة عمرها 25 سنة زي واحدة عمرها 40 سنة. واحدة بارا 1 زي واحدة بارا 8. كل شيء بيفرق. الريسك فاكتورز تفرق، المانجمنت تبعنا راح يفرق، كل شيء راح يفرق. فأول شيء بتعرف البيشنت بروفايل، كم عمر المريضة وقديش البريتي، هذا إشي مهم كثير. واضح؟ يس.
اوكي ما حدا منكم حكى لي والله بدي اعرف قديش عمرها، ما حدا منكم حكى لي بدي اعرف كم البريدي، بعدين بدي اعرف المود اوف ديليفري، ولدت فاجينال ولدت سيزيريان. اوكي بعدين في اشياء كثير بدي اعرفها ما جبتوا شيء منها. هيستوري هيستوري، شو كمان بتعرفوا بالهيستوري؟ اذا عندها هيماتولوجيكال ديس اوردر اخرها مين حكى؟ روان. يعني روان واحدة عندها هيماتولوجيكال ديس اوردر، مثلا عندها فون في البران ديزيز، هسه جاي يفطن يصير بهاي الولادة العاشرة، ما هي ولدها انا خمس مرات قبل هيك. اوكي ماشي بنعرف اذا في هيماتولوجيكال ديزيز. الشيء المهم اذا كان في تفضل كومبليكيشن ديورينج بريجنسي. اوكي مين انت؟ عدنان. عدنان اي جروب؟ دي 6. اوكي شو عدنان بدك تعرف؟ اذا في انفكشنز، اذا في مثلا اللي هي فاجينال بليدنج انتينيتالي، اللي هي انتينيتال فاجينال بليدنج مثلا اذا صار يعني عشان البلاسنتا بريفيا. بلاسنتا بريفيا ما هو بلاسنتا بريفيا مش حادوك عليها ولدت نورمال. مثلا كمان اذا صار في عندها اللي هي بري تيرم ربتشر اوف ممبرين او بري تيرم ليبر وانطيناها اللي هي عدنا عدنا اي جروب انت؟ اي جروب دكتور الدليفري عدنا اي جروب دي 6 دي 6 كويس اسعدنا ان انت يعني بلشت صح. هلا اهم شيء نعرفه البريجنسي، يعني طبعا كلكم رح تنسوا وتحكوا لي على البريجنسي، ازف البريجنسي مش مهم، رح نبلش نشوف قديش نسفت في كلوتس ولا ما فيش والاماونت في اشياء مهمه كثير يا جماعه. البريجنسي تسال على البريجنسي اتسلف، هل في كومبليكيشن من البريجنسي؟ حكيت المود بدي اعرف على البريجنسي، البريجنسي هذا مهم جدا اعرف صار في عندها كومبليكيشن ديوريك بريجنسي ولا ما صارش. حكيت اشياء كثير مهمه، بدي اعرف هاي المريضه عندها ربتشر ميمبرين ولا لا. انتوا اخذتوا انه البرولونج ربتشر ميمبرين از ريسك فاكتور فور كوريومنايتس، كوريومنايتس از ريسك فاكتور فور بوست بارتم هيموريج. بجوز هاي المريضه الها داخله بالقسم ثلاث اسابيع ربتشر ميمبرين صار عندها وجع ولدت، بدي اعرف. او مريضه اجت ولدت اسف طوارئ وطلعوا ليها على الولاده، بدي اخذ هيستوري منها، بدي اخذ هيستوري، صار عليك وجع ولدتي، كان عندك مشكله بالبريجنسي، كنت ربتشر ميمبرين، هاي مريضه بي اي تي، انا سينيور بخبروني ممكن والله هاي مريضه دكتور ولدت، بدي اعرف خلاص هاي كانت بي اي تي اخذت مغنيسيوم سلفيت، مغنيسيوم سلفيت از ا ريسك فاكتور فور بوست بارتم هيموريج، انا بعمل ريتران اتوني، بدي اعرف اذا ماشي على ميديكيشن، بجوز هاي مريضه ماشي على كالسيوم شانيل بروكر، كان عندها بريتيرم ليبر وعطوها انفيديبين، انفيديبين بيعمل يوتراين اتوني، بس مريضة ديليفرد، هلا ديليفرد وماشي على ميديكيشن تعمل يوتراين اتوني او ماشي على توكوليتيك راح يصير عندها ريسك اوف بوست بارتم هيموريج. البريجنسي از فيري امبورتنت، بدي اعرف اذا صار عندها انتي بارتم هيموريج، بجوز هي مريضة كان عندها انتي بارتم هيموريج ريكرنت ويكون عندها مارجنال سيباريشن اوف بريزنت هاي زي الابربشن، وهلا صار عندها ميجر ابربشن وديليفرد، بدي اعرف عندها ابربشن، كان عندها شيء انتيناتال، اجت ولدت هيك، لا والله دكتور اجت كان عندها بليدنج فحصناها لقيناها 8 سنتي، عملنا ربتشر مبرين ديليفرد. اوكي كانت ابربشن، هلا ابربشن في اشياء كثير بدي اعملها، بدي اعملها دي اي سي ورك اب بتساوي مريضه دي اي سي، هذا بيهمني، هذا الهيستوري اللي بدي اخذه، هذا الهيستوري بدي اخذه. بعدين هذا ديفيز انتيناتال، خليني اكمل هذا بالانتيناتال كير، كله هذا بالبريجنسي، هل عندها بريجنسي ريليتد كومبليكيشن؟ هلا بالامتحان بتكون متعدد وما بنعطيكوش علامات لانه فيك بتجيبوش اشياء مهمه، في اشياء مهمه بدي اجيبها. بيشنت بروفايل كله بحطك عليه علامه واحده بدك تعرف الايج البريتي، هذول الثنتين بس بهمني، بهمني اعرف اذا ساكنه بالحصن ولا ساكنه بالاربد ولا ساكنه بال، بهمني شو انها ولدت مريضه. بلاد جروب، في حدا منكم حكى بلاد جروب؟ هاي مريضه بدها حضر لها دم. بلاد جروب انيميا، عندها انيميا بانتيجيت الكير، والله هاي مريضه دمها سبعه وولدت وصار عندها بي بي اتش، صار عندها بي بي اتش لانه انيميا، وهلا انا بدي تكركت الانيميا، ومش زي واحده نسفت واحده دمها سبعه وبتنزف هاي رح تموت، مش زي واحده دمها 15 وبتنزف، بدي اعرف عندها انيميا ما عندهاش انيميا، دراجز اللي ماشي عليها، بدي اعرف البريفيس بريجنسيس، بصير عندها بي بي اتش هاي مريضه بالبريفيس بريجنسيس، في مرضى في تندنسي، في تندنسي تو ريكير بي بي اتش. بعدين بدي اجي على الدليفري نفسها، هل كانت سبونتينيوس؟ اجت 3 to 4 سنتي وولدتوها؟ بقولوا للمقيمين، لا والله هاي اندكشن، اندكشن بحط ايدي على قلبي، اندكشن از ريسك فاكتور فور بوست بارتم هيموريج. هاي مريضة صارها يومين تاخذ بروستاجلاندين وبعدين حطيناها على اوكسيتوسن،
هذولا اليوترس بيكون مجهد على حسب عندهم يوتراين أتوي، فبدي أعرف إندكشن ولا سبونتانيوس. استخدمت إنسترومنتال ديليفري، صار عندها فاجينال تيرز، صار عندها هاي مريضة إبزيوتومي، هذا كله بيكون منها نعرف بحسي. شوف الهيستري قديش مهمة، هذا كله بالهيستري. فأنا ما بكتفي بالهيستري أقول والله مريضة إجت والله برأيت وديليفر صار عندها بي بي اتش، لا طبعا هيستري كامل delivered spontaneously was induced، وزي ما حكيت بدي اعرف السنجلتون مالتيبل توينز بجوز عندها توين بريجننسي والبوست بارتم هيموريدج لانه ديستنش، عندها دايابيتس بجوز مريضة عندها بولي هيدرومناس وصار عندها يوتراين اتوي. شايفين هيستري قديش مهم؟ هذا كله بالهيستري، هذا كله بالهيستري بنكون عارفينه. بريفيوس سيزارين، حد منكم سألني بريفيوس سيزارين؟ بجوز هي مريضة ربتر يوترس، ولدت المرة الماضية سيزارين وهلا ولدت صار عندها بي بي اتش. أنا أول مذكر من 8 سنين أول ما رجعت نديت على مريضة نفس الشيء ديليفرد نورمالي كل شيء أوكي، بعد ساعة بدهم يقوموا المريضة ودوها على التواليت شنو ودوها على القسم، مريضة كل لابسنج، مريضة كان عندها هيماتوم محل سكار، كان عندها ديسنت سكار وهيماتوم محل سكار، ورجعنا فتحناها لابراتومي فعندها هيوج هيماتوم بالألتراساوند. بدي أعرف هاي بريفيوس سيزارين جزء مريضة ربتر يوترس وإحنا مش دارين. شايفين هيستري قديش مهم؟ هذا كله بالهيستري، بس أقول لك take a relevant history في أشياء كثير مهمة. طبعا هاي ما بتيجي بين يوم وليلة، بتيجي من الدراسة، بتيجي من الدراسة، بس تكون عارفين شو risk factors for postpartum hemorrhage، شو أنواع postpartum hemorrhage، شو risk factors، ونصير إحنا نعد بالهيستري. لو أنا بعرف إنه البريفيوس سكار ممكن تعمل ربتر يوترس فبعرف إنها risk factor، لو أعرف الأنيميا بتعمل postpartum hemorrhage بعرف إنها risk factor، لو بعرف المالتيبل بريجننسي ديابيتس الماكروسوميا بوليهيدرومينس هذا كله ريسك فاكتور فور بي بي اتش، هذا كله بس ينادوني عليه راح انزل. بعدين راح اسال اشياء ديورنج ديليفري، عملته ابيزيتومي حطيته فاكيوم عشان اشوف عندها تير عندها فاجينال تير، بدي اعرف شو هلا شو الكوز، هل هو اتوني هل هو تروما، انا ما بعرف بجوز كل مشكله المريضه قاعده تنزف من الابيزيتومي، عملوا ابيزيتومي والابيزيتومي اكستندد وفي منها بليد، المريضه ما عندها اتوني ما عندها شيء. بجوز كل مشكله المريضه انه عندها ريتيند برودكت اوف كونسبشن، اتفرج على البلاسنتا كومبليت ولا لا، تسالهم كيف ولدت البلاسنتا، والله دكتور البلاسنتا طولت طلعت وطلعناها مانيوال شلناها بالايد، فرجوني اياها، اه والله في بيس كامل من البلاسنتا انسايد، خلينا نشوف التراساوند، اه والله ريتيند برودكت اوف كونسبشن، هي بس اعملها ايفاكويشن واشيل الهاي بليدنج والستوب. في اشياء كثير مهمه بالهيستري. حدا تضيف شيء؟ اليوترانيوم فيرجن دكتور ممكن اذا تولدت البلاسنتا مانيولي، اليوترانيوم فيرجن هاي بنحطها تحت الطاوله، يعني واحده من الرير كوزز، اليوترانيوم فيرجن بالعكس واحده من الكوزز اوف اوبستريك شوك واوت ويت البليدنج، تيجي على مريضه بتلاقيها مش ناس كثير بس ما هيك مريضه شوك لانه هذا التايب النيوروجينيك شوك ما بيعمل بوست بارتم. هل أعطوها أوكسيتوسن بالثيرد ستيج أوف ليبر؟ مش فاهم، يعني هل لما بعد ما ولدت أعطوها أوكسيتوسن وعملوا لها مساج لليوترس مثلا؟ هذا روتيني، احنا أكتف مانجمنت في ثيرد ستيج هلا بنحكي عنها، احنا روتيني بنولد المرضى كلهم باي أكتف مانجمنت في ثيرد ستيج. دكتور هل صار عندها دي آي سي أو لا؟ لا هي ما راح تقول لك انا صار عندي دي اي سي، انت هذا انت بشخص هذا مش هيستري، دي اي سي مش هيستري. هلا كل اللي حكيناه هي الاشياء ريليفنت بالهيستري، في شيء ثاني انا ما ذكرته؟ شفت قديش حكينا؟ حكيت انا يمكن 50 بوينت، هذا كلهم بوينت ريليفنت بالهيستري. بتنادى على مريضه بوست بارتم هيموريج لازم اعرف عنها كل هاي الاشياء، لازم اعرف عن كورس اوف بريجننسي، بعدين لازم اعرف عن كورس اوف ديليفري، الكورس اوف بريجننسي شوفوا قديش سالت، سألت عن رابتشر ممبرين، سألت عن أنيميا، سألت عن أنتي بارتم هيمورج، سألت عن الدرجز اللي مشيتها، عن بريتيرم ليبر إذا صار عندها، توكوليتيك إذا أخذت، سألت عن البريفيوس بريجنسز، هذا بريجنسز سألت إذا صار عندها ديجنيشن ديابيتس، السايز أوف ذا بيبي، سألت إذا عندها بولي هيدرومينس، هذا كله بنسأل عنه بالهيستوري. بعدين بسأل عن ديليفري، ولدت سبونتينيوس، ولدت إندكشن، بعدين بسأل إذا ولدت فاكيوم ديليفري إنسترومنتال، بس إذا نعملها إبزيوتومي، هذا كله immediately وقت delivery، بس عن البلاسنتا إذا delivered completely لحالها ولا لا. دكتور في كمان duration of delivery،
يس بس على duration of delivery طولت ولا لا، خاصة قلت لكم induced، إذا كانت induced تلقيها صارها يومين بالdelivery، هذا اليوترس بيكون exhausted ما بولد إلا هو هالكام، فحصير أتوني طولت كثير، المرضى بيطولوا كثير بالسكند ستيج هذول بصير عندهم يوترين أتوني. بس عن duration مين أنت؟ عدنان. عدنان أوكي عدنان دي سكس يس. هذا كله هيستري، شايفين هيستري؟ الهيستري المكتوب ركيك جدا، في أشياء كثير بالهيستري أنا لازم أعرفها. بعدين باجي للفيزيكال إكزام، طبعا أنا بس أتنادى على بوست بارتم هيموريج، إحنا حكينا من المانجمنت، طبعا كله ستيب باي ستيب، يعني أنا ما بقعد والله أخذ هيستري وأنا أضحك من المريضة وهو لا طبعا، أنا بأخذ هيستري إميديتلي، أول إشي كول فور هيلب، أنا ما باجي لحالي، بس نادين القابل تقول لي دكتور، أو أنا سنة أولى مثلا مقيم سنة أولى، دكتور أنا عندي أصلاً، هم ما بيحكوا مع سنة أولى، هم بيحكوا مع السينيور إميديتلي. السينيور بينزل وبفزع كل التيم المناوب، بس يكون في بوست بارتم. بوست بارتم is a top emergency، في عنا إشي entity كامل اسمها obstetric emergencies، حتاخذهم سنة سادسة سيمينار. التوب البوست بارتم هيموريج، أنا بس أتنادى على بوست بارتم هيموريج بفزع التيم كله. والسسترات كل سستر تشغل مع مريضة بالبوست بارتم تلاقيهم كلهم عند هاي المريضة. انا ايميديتلي باخذ فول هيستري كويك، بنفس الوقت بكون قاعدين باخذوا لي بلد بريشر وبلس، بنفس الوقت السيستر الثاني قاعده بتحط كانيولي، بنفس الوقت الجونيور ما بس ان البورتر يجي بدون نص ساعه، الجونيور باخذ السامبلز بنزل فيها على المختبر، بطلع لي الاتش بي من تحت وببلش يحضروا بلد ايميديتلي، وانا ببلش بحط المريضه اي في فلويد ويوتروتونيك ايجنت، هذا كله ايميديتلي بشيك بس انت، وبجيب مقيم تجيب لي الترا ساوند. شايفين كيف هذا الشغل كله منت، انت بمينتس بتخسر، بمينتس بتخسر المريضه. والاسبوع الماضي انتم كنتوش معي، الاسبوع الماضي اللي بسناقشنا البلد سبلاي لليوترس نورمالي 70 مل بير مينت، يعني اليوترس كل مينت بيروح له تقريبا 70 مل، بصير بالبريجنسي 10 اضعاف، يعني اليوترس بيروح له 700 مل، يعني مريضه ممكن بدقيقه واحده تفقد نص لتر، دقيقتين تفرض لتر، عندها 3 لتر بلد المريضه، يعني باربع دقائق هاي المريضه اذا انت ما عالجتها راح تموت، شي ويل داي، رح يصير كولابس وشوك وتموت. وللأسف استيل بالديفلوبد كانتريز الناس بتموت من ثرومبو امبوليك ديزيزز، بس بالديفلوبينج كانتريز زي عنا الناس بتموت من بي بي اتش استيل اترانكس نمبر 1. هاي مشكلة انه لسه في ناس بتموت من بوست بارتم هيموريج. لسه الأربعاء دكتور زهير حاكي معي على مريضة بنحاولوا له اياها من رايا بوست بارتم هيموريج ما ظلش عندهم دم، لسه من شهرين حولوا لي حالة بديعة بوست زيريان ديليفرد عندهم بلاسنتا بريفيا، المريضة ماخذة 16 يونتس اوف بلاد، طبعا هي رجعت ليتر اون بكومبليكيشن ثاني بس هم ذا مانج، بس المريضة ماخذة 16 يونت اوف بلاد. انت بدك صحي كل الدنيا، بدك صحي بنك الدم، بدك تجيب ناس من البيت يحضروا دم، بدك تجيب متبرعين، بدك تجيب ناس من بنك الدم يحضروا دم، بدك تحضري لها كل شيء. فهذا كله within minutes بده يكون. فبالفيزيكال اكزام انت اهم شيء الفايتال ساينز، بدك تاخذ فايتال ساينز المريض، تاكد هايبوتنسيف، تاكي كاردك، هلا مريضه اللي البيت هايبوتنسيف ضغطها 160 ماشي حالها، بلصها 90 100، هاي مريضه ستيبل، هاي مريضه ستيبل، تعمل مانجمنت وبتشتغل وكذا. ندوق على مريضه امراض بتكون مريضه 80 على 40، امراض ندوق على مرضى ان ريكوردبل بلد بريشر، امراض بنكون داخلين على بلاسنتا بريفيا سيزيريان تطلع اكريتا، وانس انت يو تاتش ذا بلاسنتا تنزفي لها 3 لتر مباشره تحضير، بقول لك دكتور هوب مريضة مش كوردبل البلد بريشر، طبعا هنكون محضرين البلد وجايبين مع تياتر بالبريفي. فهي الاشياء از فيري امبورتنت، فبدك تاخذ فايتال ساينز، تاكد البلس والبلد بريشر هذول اهم شيء، هايبوتنسيف كثير، تاكي كاردك كثير، معناته مريضة اللوس عندها كثير، معناته اللوس عندها كثير، بدك تشوف شكلها بس تنزل جنرال لوك، مريضة تعبانه هلكانه ميته، والال إذا واحدة ليتل بيت تكيكاردك ليتل بيت هايبوتنسيف راح تلاقيها والسلايتلي بيل، هذا تطلع عليه أول ما تنزل، مريضة بتحكي كونشيس أليرت، مرضات بيغيبوا فوتوب شوك من البوست بارتم، بدك تشوف الجنرال لوك، بدك تاخذ فايتال ساينز المريضة، والنكست ستيب تطلع على البلد في يوكلوتس ولا لا، هاي المريضة صارت دي آي سي طبعا ماسيف بليدنج فوتها بدي آي سي، أو إذا كانت أبربشن بصير دي آي سي، او اذا كانت بلاسنتا بريكلامس زي هاي مريضه ممكن تفوت بي دي اي سي. ففي كثير كوزز اوف دي اي سي، ذا موست كومن كوز اوف دي اي سي بالبريجنسي از ابربشن، السكند موست كومن از بي اي تي، الثيرد موست كومن از بليدنج،
البليدنج اتسلف اذا الست بتنزف كثير راح تخسر الكلوتنج فاكتورز مع البلد، المريضه هاي راح تصير دي اي سي، بعدين انت بتطلع تعرف ويتش كوز ويتش، هل الدي اي سي قاعد بعملها بليد ولا البليد عملها دي اي سي، تبتيجي امراض المريضه منتهيه ما بتعرف شو بدك تعمل. فبدك تتفرج هاي شغلات، اول شيء تتفرج جنرال لوك، مريضه ويل او ال، مريضه بيل، مريضه كونشس، مريضه اليرت اورينتد، ولا مريضه كوماتوز مغيبه شوكت ستيت. بدك تاخذ بلاد بريشر، بدك تاخذ بلس تحس الاكستريميتيز كولد ولا لا، بدك تفرج على بلاد في معه كلوت ولا ما فيهوش كلوت، كميته جزء امراض تيجي بتلاقي تحت التخت برك الدم، اوه شو هذا، هاي نسبه 4 لتر يجمع على 8 دوتوني بكير، والله دكتور نسبه فجاه، او البلاد مش كثير بس اوكي اكسبتبل، اه والله ناس زياده شوي، ناس في لتر لتر ونص. بدك تفرج على الفايتال ساينز، بعد اللتر ونص المريضه بتصير هايبوتنسيف تاكيكارديك كثير، تفرج على البلد بريشر، تفرج على البلس، بعدين بتحط ايدك على بطن المريضه مشان ندور على كوزز. The most common cause of postpartum hemorrhage the primary هذا هو uterine atony. تحط ايدك على بطن المريضه بتلاقي اليوترس very soft soft وعالي اعلى من محله. Normally اليوترس بعد ما ينولد بصير فيه contraction و retraction بصغر، هو بيكون واصل للزف sternum، بس يطلع البيبي تطلع البلاسينتا بيضم اليوترس بصير له contraction، بينزل بيوصل level of umbilicus. هذا اللي هاي البروسيس نسميها involution. The uterus starts to involute immediately بعد الدليفري. فبعد الدليفري مباشرة بتلاقيه تقريبا عند الامبلايكس فوقيها بصبع بصبعين. This is the maximum. بالبوستبارتم بتلاقيه معبى بلد سوفت، بتلاقيه واصل لزف ستيرنم او لتحت شوي. بتحس اليوترس واصل لزف ستيرنم، تضغط شوي عليه بتلاقي المريضة باسنج بلد، معناته هاي مريضة عندها بلد جوا اليوترس. فبتبلش تعملها مساج، يوتراين مساج. احنا نبلش شوفوا دياجنوسيس مع مانجمنت بنفس الوقت. حطيت ايدي على اليوترس لقيته سوفت، معناته هاي مريضه عندها يوتراين اتود. ببلش بالخطوات التريتمنت اللي هي يوتراين مساج تو رب اب يوتراين كونتراكشنز. بتضلك تعمل مساج اليوترس لحاله بصير يبلش يصير كونتراكتنج وبلش البلد يطلع اللي جواته، وانت بتحط لها كانيولا وحاطط لها فلويد وبتبلش تحط لها يوتروتونيك ايجنتس اوكسيتوسين ميثيرجين، بنبلش نحكي عنهم بالمانجمنت ات ذا سيم تايم. إذا مريضة اليوترس كونتراكتد وعندها بليدنج بتشك إنه مريضة عندها تروما، ممكن يكون عندها يوتران ربتشر، ممكن يكون عندها سيرفايكال تير، ممكن يكون عندها برينيال تير. هاي المريضة بدك تعملها اكسبلوريشن، تتفرج من تحت، تتفرج على السيرفكس إذا فيه تير ولا ما فيهوش، تتفرج على الفاجينا فيها تيرز ولا ما فيهاش إلى آخره. ممكن يكون تروما إذا اليوترس كونتراكتد ومريضة عندها بليدنج، بتفكر بتروما. إذا البلد از باسنج لايك water fluid state ما فيش كلوتس بتقول اول هاي دي اي سي مريضه، هاي مريضه دي اي سي. فمن هون ببلش المانجمنت، من هون بنبلش المانجمنت، اما اوكسيتوس او يوتروتونيك او اوكسيتوتوسيك ايجنتس تو انيشيت يوتراين كونتراكشنز، او انه احنا نعمل اكسبلوريشن تو رول اوت تروما. هذا المانجمنت للبوست بارتم هيمورج حسب شو موجود. ونطلع على البلاسينتا شفناها مش كومبليت، بنعمل الترا ساوند، معناه الترا ساوند كل الكتب انه مش كونكلوسيف. انت بتشوف كيف انه مريضة عندها بوست بارتم هيمرج وعندها اتوني والسيرفكس از اوبن، بتطلع على البلاسينتا بتلاقي شكلها مش كومبليت، في كتل ايدون ميسنج، فبتقول اه والله هي عندها ريتيند، بدي اخذها على ثياتر انظفها. مفهوم اللي حكيته؟ حدا بده يسال اي شيء؟ دكتور ممكن سؤال؟ مين انت؟ غادة رعد. مين انتي؟ غادة رعد دكتور. غادة اي جروب انتي؟ دي 6. تفضلي غادة. دكتور بالنسبة لبلود بريشر يعني ممكن يكون بهالحالة ممكن يكون نورمال نتيجة انه مثلا مريضة كانت عندها شوك. سؤالك كويس. The best indicator for postpartum hemorrhage is the pulse. والجروب اللي كان معي الأسبوع الماضي حكيت لهم على التاكيكارديا. هلا التاكيكارديا مهمة جدا. بالإكتوبيك بريجنسي one of the earliest signs إنه مريضة راح يصير عندها رابتشر إكتوبيك استكي كاردي. مريضة إكتوبيك بدخلها بلصة 100 راح ظني خايف كثير عليها، هاي إيمينانت رابتشر، ممكن يصير عندها رابتشر إكتوبيك. التكي كارديا is the most relevant sign. ليش؟ لأنه ممكن المريضة أصلاً يكون عندها هايبرتنشن أنا ما بعرف عنها، بجوز المريضة كان ضغطها 160 على 110 وهلا بعد ما نسفت صار 120 على 80. انت بتيجي بتفكر 120 على 80 this is normal، لا هي مريضة بيئتين، هذا مش normal، هذا هايبوتنشن مقارنة إلها، البلس مش ماشي معه. فدائما بناخذهم مع بعض،
بلس بلاد بريشر. فمن اول ما حكيت لكم مع بعض بلس بلاد بريشر هايبو تنسف تاكي كارديك، جيت مريضه تاكي كارديك وضغطها وذن نورمال بجوز يكون ضغطها من اول سيء. التاكي كارديا از مور امبورتنت، ناخذ معي الاعتبار انه البريجنسي نفسه ممكن امراض يزيد الهارت ريت، يعني ساينس تاكي كارديا. بس قديش ساينس تاكي كارديا؟ تاكي مريضه على بوردر 100 90% مش اكثر. اذا جيت مريضه 140 بلصها معناته المريضه شي از دوسينج بلاد وتاكي كارديك. اوكي حد يسال كمان دكتور هالحاله احنا هم نعتمد على الهارت ولا نتيجه انه هو البريجننسي هو هايبر دايناميك سيركوليشن؟ مش سامع والله. بهالحاله احنا هم راح نعتمد على البلس يعني ريت ولا لانه مثلا نقول احنا مثلا البريجننسي ما احنا طبعا حكيت نعتمد على البلس ريت. يس 140 معناته مريضه از دوسينج بلاد، 80 معناته مريضه نورمال ما عندهاش شيء، 90% شيء زدت البتك كاردك معناته ما عندهاش هاللوس. طبعا احنا وي كونفيرم باي بلاد، احنا دغري بنحط كانيولا بناخذ بلاد وبنطلع هيموجلوبين. هو ما بيطلع كثير اكوريت بس بعطيك فكره، يعني مريضه ولدت عندك دمها 12 وعملتي لها عينه طلع دمها 8 معناته اكيد هاي مريضه قاعده تنزف، وبيطلع في اول شيء هيمو كونسنتريشن بس ببين اذا في بليدنج راح يبين، يعني ما حيطلع لك 12 يرجع لك 11، حيرجع لك في دروب الهيموجلوبين حيرجع 9 8 ممكن يكون هذا 6 مش اكوريت، بس على الاقل انت تعرف ان المريضه قاعده تنزف. تمام شكرا دكتور. وات ذا سيم تايم نعمل كيدني فانكشن لانه بتعرفوا انتو البليدنج بيعمل بري رينال فيلر، وات ذا سيم تايم نعمل دي اي سي ورك اب منه ككوز ومنه از ا بيس لاين، لان حكيت لكم البليدنج كثير بينهي المريضه بدي اي سي، فاحنا بناخذه از ا بيس لاين. ندوني على مريضه راح اعمل فيبرونوجين واعملها ورك اب، اعملها ورك اب واشوف بي تي بي تي تي، وليتر اون بعد 6 ساعات المانجمنت وكذا من ايد كل شيء هيموجلوبين قاعد بيطلع كيدني فانكشن ترجع كويسه بي تي بي تي تي وذ النورمال، معناته هاي مريضه مانجت امورها اوكي. يلا كملي دكتور. دكتور بس عندي سؤال. تفضل مين انت؟ علي محمد D7. علي. دكتور two questions. Number one, and shouldn't we also be looking at the urine output of the patient? اوكي هلا حكيته ممتاز جدا، اكسلنت على سؤالك. هل احنا نطلع على اليورين اوتبوت؟ طبعا واحد من الاشياء اللي احنا نسينا نحكيها احنا وانسيرت فورس كاثيتر. هلا احنا دغري اول ما تيجي المريضه تولد نحط فورس كاثيتر. ليش؟ لانه فول بلادر بيخلي الهيد هاي، احنا ما بنقدر نحكم عليه. واذا انتم بتلاحظوا او حضرتوا ديليفري احنا كيف نحط فورس كاثيتر؟ اذا مريضة ابيديورال بدل ما كل ساعه احنا نفضي لها يورين، واحنا عارفين انه ابيديورال ممكن يعمل يورين تنشن، نترك المريضه على فولس كاثيتر. اذا المريضه بتاخذ بيسيدين او مورفين او اوبيويد، هذول المرضى احنا بنعمل لهم انترميتنت كاثيترايزيشن، كل ساعتين بننزل المريضه يورين. هلا مهم بالبوست بارتم اني انا اتاكد البلادر، طبعا الفول بلادر از ا كوز اوف يوتراين ادوني، بجوز كل مشكلة المريضة فول بلادر مش فاضيينها يورين، فبس تحط الفولز بتلاقي اليورين نزل، بتلاقي اليوترس بلاش يصير كونتراكتد. This is number one. Number two اليورين اوتبوت مهم جدا مشان نعرف الانبوت اوتبوت، وانا حكيت لكم نعمل كيدني فانكشن وبنفس الوقت بنحط فولز كاثيتر اراقب المريضة. والله بعطيها فلويد وبعطيها بلد واليورين مش قاعد بيطلع، هاي مريضة هايبوفوليميك مش عم بيروح فلويد كويس للكيدني، او انه الكيدني صار فيها انجري صار عندها بريرين الفيلر المريض، فاحنا وي انسيرت فولس كاثيتر ومنراقب الانبوت اوتبوت. هاي سؤالك الاول. يس سؤال الثاني. دكتور لو انا مثلا احن ان ذا بيشنت از لوزينج بلاد بس انا قاعد الاحظ ان ذا بلاد از كونتينوس وود هني وود اي ثينك مثلا ان اي هيت ان ارتري فور اكزامبل ان ذا يوتراين ارتري فور اكزامبل اور سمثينج لايك ذات او وود وود اي ثينك يعني اذا كان كونتينوس بلاد. مش فاهم السؤال. أقول دكتور like if I saw إن the blood loss is continuous يعني the patient is just key يعني أنا قاعد أشوف continuous blood loss would I think مثلاً إن هني عندي أنا مثلاً artery injury or لا طبعاً يوتران artery ما بيعمل vaginal bleed يعني يوتران artery هذا بصير بالcesarean section ممكن نادي مثلاً المقيم إنه أنا والله ضربت اليوتران دكتور وعندي continuous bleed from the angle يكون اليوتران artery مش full secured. هلا البليدنج بالبوست بارتم هو كونتينوس اصلا انت ما بتميز ان يعني عندك بليدنج وفاتح. هلا هذا البليدنج الديفرنشال تبعه ممكن يكون اليوترس اتونيك مش قاعد بشد
فالساينسز هاي كلها اللي كانت عندي بلاسنتا كلها فاتحه والمريضه از لوزينج بلاد من الساينسز، او اليوتراس كونتراكتد كويس بس المريضه از كونتينوس ليكينج بلاد. زي هيك سؤالك، اليوتراس كونتراكتد بحسه ما في منه مشكله فيش اتوني، بس المريضه عندها كونتينوس بليد. بفكر بتشو انجري، جزء المريضة كل مشكلتها عندها سيرفايكال تير وبتنزف قاعده جروح كيف بس تنجرح بصباعك وضل ينزف نفس الشيء. عندها سيرفايكال تير قاعد بنزف، او عندها فاجينال تير قاعد بنزف، او الابيزيوتومي اكستندد والابكس مش ماخذها المقيم كويس. يقول لي والله دكتور انا سكرت الابكس انا باجي. طبعا احنا قلنا اذا المريضه عندها اتوني احنا يوجوالي وي مانج الاتوني كونزرفاتيف وستارت وذ يوتروتونيك ايجنت بدرجز اسم نحكيهم اوكسيتوسين ميثيرجين بروستاجلاندين الى اخره. هل اذا مريضه اليوترس كونتراكتد وعندها بليد، هي مريضه شي نيز تو بي اكسبلورد. اكسبلورد ايش يعني؟ باخذ المريضه على ثياتر، باخذ المريضه على ثياتر. الاكسبلوريشن ما بيكون برا، اتس فيري بينفول. باخذ المريضه على ثياتر، بنحط سبيكولوم بالفاجينا وبنتفرج على السيرفكس، بنتفرج على البيزيوتومي، ومريضه مخدره تشغل براحتك. اما المريضه سيفير بين والمريضه بليدنج وعشر وقفي فوق راسها ما راح تشتغلوا. بس نحتاج exploration it should be done under GA بثياتر، أو إذنها epiduralized under epidural بس نأخذها على ثياتر. هناك في ضوء، في instruments، في عدة، بأخذها وبعمل exploration. بمسك السيرفكس وبألف عليه على الداير، أتأكد منه كله إنه ما في يوتر. بعدين بزل تحت على الفاجينا، بتفقد الفاجينا كاملة، بتفقد البيزيوتومي. كثير بينادوني أول ما رجعت من ألمانيا على مريضة للدكتور نائل، delivered وأمورها أوكي، حتى جيتهم بالبيجامة، كنت ببيت حماي ومن طريق نادوني على مريضة قاعدة بتروح. ويوم جمعة ودكتور نائل كوفرسوم جيت ماخذين الإبزيوتومي، بس في 1 سنتي فوقيها فوق الأبكس مش مأخوذ. ليش؟ لأنها فيري ديب وخيطوها برا، وبعدين المريضة إز بليدنج وصارت من بدها تصير هيماتوما جوا، فكان الإبزيوتومي ورجعنا خيطناها. احنا دائما بنعلم المقيمين انه بس تيجوا تخيطوا الابيزيوتومي، الابيزيوتومي من الفاجينا بيبين شكلها زي 8، فانت ما بتيجي عند 8 وبتبدا عند الابكس، انت بتطلع 1 سنتيمتر above the apex وبتاخذ ستيتش، لانه هذا الفيزل اللي فوق ريتراكتد بمقدار 1 سنتي. فدائما هاي لكم قاعده للمستقبل، بس تيجوا تخيطوا اي جرح احنا ما بنبدا منه، احنا بنطلع فوقيه ويستارت تقريبا نص سنتي الى سنتي فوقيه، لانه هذا الفيزل اللي على طرفه تراكتد اب. فحتى تاخذ الابكس اول شيء بتعلمه مقيم سنه اولى وثانيه هاو تو تيك ذا ابكس، بس تاخذ الابكس اوف ذا ابيزيتومي جو 1 سنتي ابوف ذا ابكس، لانه في ريتراكتد فيزل شود بي انكلودد وذ يور ستيتش. فبنبدا من فوق ونبلش نخيط الى اخره. فمريضه بليدنج عندها يوتراين اتوني وستارت كونزرفاتيف مانجمنت وذ يوتروتونيك ايجنت. مريضه بليدنج اليوترس از كونتراكتد، انا بشك انه مريضه عندها تيرز، عندها برينيال تيرز. تبدا من اليوترس، ممكن تكون المريضه عندها رابتشر يوترس زي ما حكينا، سيرفكس، سيرفايكال تير، فاجينا، او حتى من البرينيوم، ممكن تكون تنزف من البرينيوم عندها برينيال تير. فهي الاشياء كلها لازم نتفقدها. يلا كملي يا اميره اكزام. اكثر بنفع اسال؟ اه تفضلي. هسا اذا انا بعرف انه البيشنت اللي عندي شيز ات ريسك، يعني انه يصير في عندها بوست بورتم هيموريج، بقدر انا اعطيها الاكسيتوسين از ا بروفيلاكتيف ميجر؟ انت مين؟ سلسبيل. اي جروب انت؟ دي 7. اوكي سلسبيل احنا كنا نحكي بمانجمنت، بس اوكي بدعتي. هلا المانجمنت اوف بوست بورتم هيموريج يبدا انتيناتالي، يبدا انتيناتالي. كيف يعني؟ طبيب الشاطر هو طبيب اللي بيحضر مريضته. هلا الانتيناتال كير بكل دول العالم از ران باي دكتورز، بينما الليبر وورد از ران باي ميدوفري ميدوايفز. الميدوايف هي بتولد، الولاده ما فيها سنه تحضر وبالمسلسلات ومذكر بتولد. طبيب الشاطر هو الطبيب اللي بيمنع انه مريضه صار عندها بوست بارتم. ذا مانجمنت اوف بوست بارتم هيموريج شود بي ستارتد انتيناتالي. كيف يعني؟ يعني انا والله ما بقبل المريضه تيجي تولد تسأل المقيمين كلهم، في مريضة للدكتور عامر تيجي تولد عندها أنيميا، بقول لك نو واي تولد مريضة عندها أنيميا. ليش؟ لأنه أنا بعلم الطلاب إحنا بالبوكينج فيزيت وي سكرين فور أنيميا، مهم الأنيميا تعمل بريتيرم ديليفري، تعمل بوست بارتم هيموريج. فأنا بس أعمل بوكينج سي بي سي، ما بعمله والله فور فن، بعمله مشان إذا المريضة هاي دمها 9 أعمل ورك أب أشوف ليش، أو إذا دمها 8 أشوف ليش دمها 8. ف
فبعرف ليش هي مريضة دمها 8. فأجي أنا بحط المريضة على فرس، بدور أول شيء على كوز، بلاقي عندها ايرون ديفيشنسي أنيميا، بحطها على فرس وبتابعها طول البريجنسي. بنرجع إحنا بنعمل سكرينينج فور أنيميا على 28 أسبوع، لأنه هذا الماكسيمم بصير فيه هيمودوليوشن. فالسي بي سي يعاد مرتين بالحمل، مرة على البوكينج ومرة على 28 ل 32 أسبوع اللي هي الفترة بصير فيها هيمودوليوشن. فبتلاقي المريضة بتراجع عندي كلهم هذول المرضى على 28 29 أسبوع بيجوا على العيادة أو 30 أسبوع بعملهم سي بي سي. بيطلع عندها أنيميا، I have to correct أنيميا. إذا لسه أنا بعيد عن وقت الدليفري بحط المريضة على أيرون. إذا أنا قريب من وقت الدليفري 35 أسبوع بتراجع عندي أول مرة طلع دمها 8، هاي ما بعطيها أيرون، جوز تولد بعد أسبوع. الأيرون بده شهر تا يشتغل ويرفع الدم. فهي مريضة بدخلها بعطيها blood transfusion. مشان هاي مريضة دمها 8 بس يجي تولد يكون دمها 10 أو 11. مشان إذا نسفت يكون عندها ريزيرف. فالمانجمنت should be started antenatally. هاي مريضة بلاسنتا بريفيا، بقبل يكون دمها 9؟ لا ما بقبل. بقبل أعطيها أيرون؟ لا طبعاً ما بقبل. شفت اليوم بالعيادة 32 ويكر وعندها بلاسنتا بريفيا سنتراليس. هاي المريضة ما لازم يكون عندها أنيميا. تعريف الأنيميا أقل من 11 بالفيرست تريمستر وأقل من 10.5 بالسكند وبالثيرد، لأنه بصير فيه ليتل بيت هيموديليوشن. هاي مريضة ما بينفع يكون دمها 10.5 وتدخل تحت قائمة الأنيميا، لأنه هاي أصلاً هاي عندها ريسكو بوست بارتم. هاي بلاسنتا بريفيا بجوز بكره صار عندها بليد وتولد، هاي بدخلها بعطيها بلد تكوركت هير انيميا. فالطبيب الشاطر هو الطبيب اللي بيعرف كيف يعمل الانتينيتال كير. هاي مريضه دايبتك عندها بولي هيدرومينس، البيبي 4 كيلو. انا هاي مريضه اذا انا مش موجود وقت الدليفري بوصي الموست سينيور، مرحبا هاي مريضه سنه خامسه يكون موجود وقت الولاده، عندها ريسك اوف شولدر ديسوشن مشان طلع البيبي، عندها ريسك اوف بوست بارتم هيموج. هاي مريضه بس تدخل على الليبر حطوا لها 2 اي في كانيولا بتستابلش 2 لاينز، ما تحطوا لها كانيولا خضراء كانيولا صفراء او كانيولا بينك، حطوا لها كانيولا خضراء يعني لارج بور اي في كانيولا. فهذول المانجمنت بيبدا يشوف كيف انتي نيتالي، حضرت انتي نيتالي ما خليتش عندها انيميا، عرفت الريسك فاكتورز موجوده عند هاي المريضه، بس يجي على الليبر بحط لها 2 لاينز، ببعث لها كروس ماتش يكون ريدي، مش اقعد ادور بس تولد، والله واحده بيبي 4 كيلو عندها بولي هيدرومس، متاكد ان هاي المريضه حتنزل 3 لتر، فهي مريضه بحضر لها دم. او اذا انا خايف ومفيش عندنا دم كثير، على الاقل ببعث لها شيء اسمه ماتش جروب اند سيفد، بقول للبنك الدم خذ لها بلاد جروب وبلش اعمل كروس ماتشنج، بس ما تحضر دم تحكي لك، بدل ما نقعد نسحب عينات وبدنا نص ساعه تنصل بنك الدم على التليفون، بلش حضر لها 40 دقيقة بكون البلاد ريدي، بكون أنا أوريدي بشيت كريستالويد وبلا بلا 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 بلا. كل المرضى إحنا هلأ يعني لحسن حظ إحنا مولد المرضى كلهم بإشي اسمه أكتيف مانجمنت أوف ثيرد ستيج. هلأ إذا المرضى عندهم ريسك أوف بوست بارتم إجباري يولدوا باي أكتيف مانجمنت أوف ثيرد ستيج، لأنه الأكتيف مانجمنت أوف ثيرد ستيج بقلل الريسك أوف بوست بارتم. إلها تو ستيبس الأكتيف مانجمنت، بس يطلع الانتيريور شولدر، واكيد اخذتهم مع دكتور عمر مع الليبر، بس يطلع الانتيريور شولدر اوف ذا بيبي اي ويل جيف اوكسيتوسيك دراج، لانه الاوكسيتوسيك دراج بده 30 سكند تا يشتغل اللي هو وقت الدليفري تبع البيبي، بعدين ببلش يصير يوتراين كونتراكشن. ما بصبر على البلاسنتا تولد لحالها، بولدها انا، بولدها بشيء اسمه كنترولد كورد تراكشن، بحط ايدي على الفندس اوف ذا يوترس ادفعه لفوق مشان ما يصير يوتراين انفيرجن، وبسحب البلاسنتا من تحت، هذا اسمه كنترولد كورد تراكشن سي سي تي. So the active management of third stage هي to give oxytocic drug مع anterior shoulder plus إنك تعمل controlled cord traction. Active management للبلاسنتا يعني بلاسنتا ما بتطول تقعد نص ساعة براحتها والمريضة تخسر blood. أنا بولد المريضة within 2 minutes بتكون البلاسنتا طالعة مشان ما يصير عندها postpartum hemorrhage. هذا تعريف الactive management. So الحكايتين مزبوط 100% وvalid. المرضى هذول أنا بولدهم بالاكتف فينجل اوف ثيرد ستيج، بكون حاطين لهم تو كانيولي، بكون محضر لهم بلد، والانتينيتال كير بكون محضرهم انه ما يكونش عندهم انيميا، ومظبط الهيموجلوبين تبعهم ومشتغل على كل الريسك فاكتورز. فكل الحكايتين بلد. شو اسمك مره ثانيه؟ سلسبيل. سلسبيل باي جروب انت سلسبيل؟ دي 7. اوكي، بعدين حكي على الفيزيكال اكزام. احنا بنبلش الجنرال لوك زي ما حكيت لكم، مش اي فيبرايل، في بلس، في بلاد بريشر يا دكتوره كثير اهم، اخر همي اعرف انها في برايد ولا لا. هلا بالمانجمنت حنحكي على الباي مانيوال هاي، وسبيكولوم اكزام احنا اوكي، احنا ممكن نبلش برا اذا المريضه متعاونه او ابيدورالايز، انا بعملها جنتل اكسبلوريشن برا، بنعمل سبيكولوم اكزام، بتفرج على الفاجينا وعلى السيرفكس انه فيهم تيرز او لا،
واذا في برينيال تير بليدنج هاي. سو المانجمنت بيبدا بتفرج جنرال لوك اوف ذا بيشنت، بتفرج البلس للبلد بريشر، بطلع على البلد فيه كلوت ولا ما فيهوش، بطلع على البلاسنتا كومبليت ولا لا، بحط ايدي على بطن المريضه. اليوترس مش باي مانيوال، بحط ايدي على بطن المريضه. اليوترس سوفت، وهي كلمه بوجي يعني سوفت كبير، معناته هذا اليوترس سب انفوليوتد، معناته في مشكله عنده اتوني. اليوترس كونتراكتد والليفل اوف امبلايكس، معناته المريضه عندها تيرز، فبعملها سبيكولوم اكزام بتفرج اذا في تيرز او لا. الريسك فاكتورز اوف يوترين اتوني، الاوفر ديستنس اوف يوترس، مالتيبل جيستيشن، بولي هايدرامنيوز، فيتال ماكروزوميا، برولونجد ليبر. هلا لا هيك احنا مش شغل غلط قاعدين، هلا احنا قاعدين نعطي محاضره. لا هلا ريسك فاكتورز هم كلهم بيعرفوها، رح يسالوا عنها بالهيستوري كلها حكيناها. ذا موست امبورتنت ريسك فاكتور فور يوتراين اتوني فور بي بي اتش از يوتراين اتوني. اوكي حكيت لكم قبل شوي اليوتراين اتوني له اسباب كثير، كل الاسباب اللي بنعرفها اللي بتعمل يوتراين اتوني اي شيء بيعمل اوفر ديستندد يوترس، مالتيبل بريجنانسي، البولي هيدرومنس، بلا بلا بلا، ريتيند برودكت، هذا كله من المحاضره. فانا بشوف المريضه شو الكوزز اوف بي بي اتش، هي كابيتال اما يوتراين اتوني هو الموست امبورتنت كوز، هذا بحطيه اول واحد. بعدين كانت في اذر كوزز اللي هم التروما، ريتيند بلاسنتا تدخل تحت اليوتراين اتوني، والكواجلوباثي. اليوتراين انفيرجن حكيت لكم انه نوت ا كوز، بعض الكتب تحطه مع البوست بارتم هيموريج، بس هو يوجوالي ما بيعمل بوست بارتم هيموريج. يلا نيكست. كل مانجمنت ريسيسيتيشن ايميديت. خليني انا احكي هلا اللي حكيت لكم اياه. المانجمنت كول فور هيلب اول شيء، ذيس از ا توب ايمرجنسي، بتفزع كل المقيمين، بتخبر التخدير، كل الميدوايفز يكونوا موجودين عندك، وستارت مباشره استابليش اذر لاين اذا ما لهاش. لازم اهم شيء تو سكيور اي في لاين. امرات تلاقي مريضه جاي حاطينها بنك كانيولا، هي ما بتقدر تعطي فيها بلود ولا بتقدر تعملها شيء، فبتحط لها لارج بور كانيولا. بس زي ما قلت لكم من اول، انت بتكون عارف انه هاي مريضه راح عندها بوست بارتم، فبتكون انت يستابليش تو اي في لاين. اذا مش حاط حط، وبتبلش تاخذ بلود، تعمل سي بي سي زي ما قلت لكم، تعمل دي اي سي ورك اب، بي تي بي تي تي اي ان ار، بلود ترانسفيوجن حتى يتحضر. اذا انت شاطر وعارف انه راح يصير عندها بوست بارتم ومحضر لها دم، بتبلش دم. اذا انت مش محضر دم للمريضه، احنا وي ستارت وذ فلويد، بنبلش بالكريستالويد، بنبلش نعطيها فلويد للمريضه، وبنبلش ات ذا سيم تايم نعطي يوتروتونيك ايجنت. يوتروتونيك ايجنت اول شيء الاوكسيتوسين، بعدين الارغومترين اذا المريضه ما عندها كونترا انديكيشن زي كارديوفاسكولار ديزيز او هايبرتنشن. الارغومترين هو الميثيرجين اسمه التجاري اذا المريضه ما عندها كونترا انديكيشنز. والميزوبروستول، الميزوبروستول هو بروستاجلاندين اي 1 اللي هو نستخدمه تو تيرمينيت البريجنسي، احنا نحطه فاجينال، ممكن نعطيه كمان اورال. هذول التو راوتس ما نقدر نعملهم هلا، فاجينال عندها بليدنج فكله حينزل معه، اورال ما بقدر اعطيها لانه ممكن احتاج اخذها على ثياتر ما بدي اياها تكون فول ستومك، فاحسن راوت اعطيها اياه هو ريكتال. ومعي اعطيها اربع حبات او ثمان حبات، تو تابس اربع حبات بنحطهم ريكتالي، وهو عباره عن تابلت. السايتوتيك او الميزوبروستول هو عباره عن تابلت وليس سبسوتري، حبوب كانوا يستخدموا زمان تو تريت جاستريك ألسر، صرنا نستخدمه فور تيرمينيشن اوف بريجننسي، وبنستخدمه فور بوست بارتم. فبحط لها اربع حبات 800 مايكرو جرام ريكتالي. اذا كل هاي الميجرز ما اشتغلت معنا ولسه المريضه عندها يوتراين اتوني، بنحاول ميجر جديده. في واحد عربي اسمه بكري، للاسف الناس ما بذكرهوش، اسمه بكري بالون، جاب لنا بالون بنحطه جوا اليوترس وبننفخه، فهذا بيضغط على الساينسز اللي في منها بليدنج وبيوقف البلد. هذا اسمه بالون او بكري بالون. كيف نفس مبدا الفاريسز اللي اخذتوها، اللي بنحط لهم بالونز وبننفخهم مشان يوقف البليدنج من اسوفيجيال فاريسز، هون نفس المبدا، بندخل البالون انسايد اليوترس وبننفخه، اسمه بكري بالون. هاي الميجرز كلياتها طبعا بنعمل باي مانيوال كومبريشن احنا اكيد، بس نعمل رب اب يوتراين كونتراكشن ومساج، بنحط ايدنا باليوترس، ايد باليوترس وايد من فوق، وبنضغط اليوترس مع بعض، هذا بنسميها باي مانيوال كومبريشن. باي مانيوال كومبريشن ممكن توقف البليد. ما اذا ما باي مانيوال كومبريشن زبطت وما بدك ضلك حاط ايدك، بتحط هذا البكري بالون. كل الميجر هاي ما زبطت، يو هاف تو تيك يور بيشنت تو ذا ثياتر، هذا بحالات الاتوني. بس اذا انت ما عندك اتوني فروم ذا ستارت، يو هاف تو اكسبلور يور بيشنت بثياتر، في تير بتخيط. التروما علاجها انك تخيط اي بليدنج. اذا كل الميجرمنت هاي ما زبطت، تاخذ المريضه على ثياتر وستارت سيرجيكال بروسيجرز.
ويستارت سيرجيكال بروسيجر، نفتح بطن المريضه حتى لو ولداني نورمال، ومنبلش نعمل يوترينال ارتيلايجيشن. طبعا حسب عمر المريضه، واحد عمرها 40 سنه ومخلفه 8 بنكون احنا لو ثريشولد ان نعملها هيستركتومي. كل الموربيديتيز بهذول المرضى فروم ذا ديليت ديسيجن، احنا بنضلنا خايفين نقول لا والله صغيره، والله عندها 3 بنات وبدها ولد ونخلينا نتركها، اخر شيء المريضه بتموت من البليدنج. فهذا ديليت ديسيجن هو سبب الموربيديتيز. فاحنا بنشوف عمر المريضه، البرثي تبعتها، بنكون سريعين باخذ ديسيجن هيستريكتومي اذا كانت المريضه كومبليتد الفاميلي، واحده من خلفه 8، واحده عمرها 40 سنه، واحده اصلا حامله بالغلط، هذول المرضى حنكون لو ثريشولد نعملهم هيستريكتومي. واحده يانج عمرها 22 سنه برايمي جرافيدا وصار عندها اتوني ومع فلاش ليش، وهي باخذها على ثياتر بعملها كل الميجرمنت، بنعملها بي لينش تو كومبريس ذا يوترس، بحط لها يوتران ارتيلايزيشن، بنادي الاشعه يعملها كاتيترايزيشن ويوتران ارتيل امبولايزيشن، نعمل معها كل الميجرمنت، نعمل انترنال ايلاكلايجيشن امراض مشان نوقف كل بلد بروح على البلفس. اذا ما زلطت كل هاي الميجرمنت الفاينل ديسيجن هو الهيستريكتومي، وللاسف ممكن نعمله للبرايمي، ممكن نعمله لانه بصير لايف سيفنج بروسيجر. فهي كتبت لكم احنا وي ستارت وذ يوتراين مساج، نعمل باي مانوال كومبريشن، وزي ما حكينا الكاثيتر اوف ذا يوترس اسمه بكري بالون، بنحطه جوا اليوترس وبالون ننفخه جوا اليوترس. ما زلطت كل هاي الميجرمنت ناخذ المريضه على الثياتر وي ستارت يوتران ارتيلايجيشن لينش سوتر اند توتال هيستريكتومي از ا فاينل ريزلت. كمان دكتور ممكن السلايد الاخير وبس دكتور خلاص اخر سلايد اخر سلايد هلا نفتح المجال اذا حدا بده يسال. دكتور ممكن سؤال؟ الو بس تفضل مين انت؟ رامي. أستاذ سبيل أنت دي 7 قلتي لي؟ أستاذ سبيل أنت دي 7 ولا دي 6؟ دكتور أنا رامي مش بقول. أستاذ سبيل ما حكيتي ليش أنت دي 7 ولا دي 6؟ دي 7. أوكي مين حضرتك؟ أستاذ سبيل بحكي أنت أي جروب؟ دي 7. أوكي مين بده يسألني حكى؟ دكتور انا بدي اسالك في بالمحاضره مكتوب انه بس مين انت احكي لي مين انت؟ رامي دي 8. اوكي تفضل يا رامي. مكتوب دكتور انه الكولويدز ما بستخدموهاش ك بالبي بي اتش ك كبلازما. هل هاي في انتوا اخذتوا تخدير؟ انتوا اخذتوا التخدير هذا الجروب؟ اخذنا. اوكي بالتخدير راح يشرحوا لكم محاضره كبيره على الفلويد، و هاي محاضرة لازم تكون أنا I think إنها لكل التخصصات، وأنا بعطيها أصلاً للريزيدنس مشان يعرفوا الفلويد. في ريزيدنس لحد الآن بيعرفوا شو الفرق بين الكولويد والكريستالويد. دايماً first line of resuscitation حكولكوا التخدير إنه كريستالويد. الكولويد البارتيكلز اللي فيه كبيرة، فإذا هذا البرميابيلتي كبيرة بتكون للفيزلز، وإذا راح على اللانج بعمل بالمونر إيديمي. فإحنا we don't start with كولويد، إحنا always we start with كريستالويد بالهاي. هلا later on إذا ما عندي أنا رح أعطيه، إذا البلد تأخر تا يجي رح أعطي الكولويد. كولويد أنا بستخدمه بستخدم كمية قليلة منه تعادل كمية كبيرة من الكريستالويد، فأنا بالآخر بضطر أستخدمه. طبعاً الكولويد كموربيديتي ومورتاليتي أشيتد وذ هاي موربيديتي ومورتاليتي مقارنة بالكريستالويد، فأولوز إحنا بنعوض المرضى بالكريستالويد حتى يجي البلد. أوكي شكراً لك. أوكي حد اللي يسأل؟ أتوقع إحنا غطينا كل شيء بالبي بي إتش. تفضلي. بالنسبة للأكل مانجمنت، هلا إحنا غطينا نقطتين اللي هي الأكسيتوسين والتراكشن أوف ذا كورد. هلا مين أنت؟ لا مش أكسيتوسين. مين أنت؟ حياة. أي جروب؟ دي سكس. حياة مش أكسيتوسين، أنا حكيت أكسيتوسيك دراجز. الأكسيتوسيك دراجز، هلا أكثر دراج إحنا نستخدمه إشي اسمه سنتوميترين، اللي هو كومبينيشن بين أكسيتوسين وميثيرجين. سنتوميترين ليش نستخدم الكومبينيشن؟ هو مش موضوعنا هذا، لازم أخذتوه أنتوا الأكتيف مانجمنت، مش موضوعنا نناقشه هون. الأكتيف مانجمنت هو أن نعطي سنتوميترين. ليش نعطي هذول التو دراجز مع بعض؟ نستفيد من خاصية الأكسيتوسين اللي هو رابيد أونست أوف أكشن، بيشتغل بسرعة بس بيخلص بسرعة، اللي هو رابيد أونست بس الديوريشن تبعته قليلة. الميثيرجين بيطول تا يشتغل بس بيطول هو يشتغل.
فاحنا لانه ما له رابيد اونست اوف اكشن انا بخلطه مع الاكسيتوسين، بستفيد من الاكسيتوسين انه رابيد اونست وبستفيد من الميثيرجين انه بيطول، فمشان هيك احنا نعطي سيمتومترين. بس في بعض المرضى اللي عندهم كونترا انديكيشنز للميثيرجين، والميثيرجين از اشيتد وذ موربيديتيز، ممكن يعمل سانس ثرومبوسيس، ممكن يعمل انكنترولد هايبرتنشن، فاحنا بنخاف منه من جديد سحبوه في بعض المناطق ما تعطي. هلا احنا بملك عبد الله هذا سيمتومترين سحبناه، صرنا نعطي بس اوكسيتوسين ويت سيف، احنا بنعطي اوكسيتوسيك الدرج مع الانتيرير شولدر، طبعا ما بنعطي قبل مشان ما نصير شولدر ديستوشيا، اذا اعطيت قبل وسكر السيرفكس بيحصل بيبي جوا، بس البيبي وانس الانتيرير شولدر ديليفر البيبي ذا ريست اوف ذا بيبي ويل ديليفر سبونتينيسلي بدون مشاكل. فاحنا بس يطلع الانتيرير شولدر بنعطي اوكسيتوسين مشان يكسب وقت، لانه بقيه الدليفري اوف ذا بيبي 30 مينت 30 سكند بيكون اوريدي الاوكسيتوسين اشتغل، انه بيشتغل وذين 30 سكند، فبلش يشتغل بلش يصير فيه كونتراكشن باليوترس، بس يصير يوترس كونتراكتد انا بسحب البلاسينتا مشان ما يصير انفيرجن، بسميها كنترولد كورد تراكشن. هذول تو بروسيجرز مع بعض يا سماح اسمهم اكتيف مانجمنت اوف ثيرد ستيج. دكتور انا قصدي انه في واحده ثانيه اللي هي ايرلي كورد كلامبينج كاتينج، هاي نعتبرها شيء مهم بالاكتيف؟ لا هاي مش بارت من هاي، هلا في عليها حكي كثير مش مهم لكم، في حكي كثير على الايرلي كورد كلامب او ديليت كورد كلامب، في ناس هلا بيعملوا كثير العالم يتوجه الى الديليت، طبعا هو مش ديليت والله انه بعد ساعه، هم 30 سكند كلهم 30 سكند، انه هل بس يطلع البيبي ايميديتلي نعمل هاي هيك على مون الاكتيف مانجمنت اوف ثيرد ستيج دكتور، نعطيك سيتوسيك دراج مع الانتيرو شولدر ايميديت كورد كلامبينج اند كورترونت كورد تراكشن. هلا بقول له استنوا 30 مينت مشان البيبي ما يصير عنده انيميا ويروح له جزء من البلد الام احسن، فهذا بسموه ديليت كورد كلامبينج انه اترك البيبي 30 سكند، خاصه البريماتشور بيبيز مشان ما يصير عندهم انيميا. انتم كطلاب مهم تعرفوا كثير الديليت كورد كلامبينج والايرلي، اذا انا سالتكم عليه بتيجوا تراجعوني، هذا إشي مش لكم مش مهم نهائيا مش مهم. اوكي تمام شكرا لك دكتور. شو اسمك قلتي لي مره ثانيه سماح باي جروب؟ انا لا حياه مش سماح. حياه اي جروب؟ ادي 6 انا. اوكي دي 6 غطينا كل شيء، ظل حدا بيسال اي شيء؟ دكتور انا عندي سؤال تفضل. دكتور شلون تقدر تحدد كميه البلود لوس اللي صار للبيشنت خصوصا اذا كان مثلا البليدنج كل... عن بتشي؟ شو اسمك؟ عبد الله تمام. دقيقه شوي عبد الله سالتني قبل شوي؟ لا مين سالني؟ في عبد الله سالني دي 6. عبد الله سالني دي 6 ايش اسمه؟ انا عبد الله دي 6 كمان. في واحد سالني بدي 6 انت نفسك؟ ما يمكن دكتور ما ادري. اوكي وفي حياه انت دي 6؟ دكتور دي 6. اوكي عبد الله كل كويس سؤالك ممتاز، يمكن هو الشيء الوحيد اللي ما غطيناه. هلا كل الكتب بس يجي تقرا بتلاقي ذا انسيدنس اوف بوست بارتم ذا انتي بارتم هيموريج از 4%، كل الكتب 4% من كل المرضى اللي بيحملوا راح يصير عندهم انتي بارتم هيموريج، بس كل الكتب بتكتب البوست بارتم هيموريج از ارينج 2 تو 11، هو 4% بس هو 2 تو 11. ليش 2 تو 11؟ لانه تحديده احنا ما بنعرف، واحنا وي ار اولويز اندر استيميت البلد لوس، يعني بس يكون هذا مقيم كاتب لك طبعا كثير انا بشكل مخهم على هاي كلاش استيميتد بلد لوس 800 سي سي. باجي على المريضه احنا بعد السيزيرين بيوم بنعيد الاتش بي، تيجي مريضه هاي دمها 12 بعيده بعد يومين بيطلع 9، برن على المقيم اللي اشتغلت مرحبا دكتوره شو هاي؟ والله دكتور هي نسبه البيت زياد. اوكي قلت البيت زياد بس تكبيت لي 800 سي سي، احكي لي والله نسبه معي لتر ونص مشان اعرف هسه ما ادور على هيماتوما واقعد ادور ليش هاي مريضه دمها نزل وكذا، فهذا إشي أنا لازم أكون عارفه. هلأ إحنا وين أندر إستيميت ذا بلاد لوس، مشان هيك في رينج كبير البوست بارتم هيموريج، في ناس بتعتبر نمبر أوف باد، في ناس بتعتبر إذا في كلوتس، في ناس بتعتبر تقديره، في ناس بحطوه على سكشن بالسيزيرين، يعني إحنا بنحطوه على سكشن، بس المشكلة مو هو السكشن بكون ماخذ اللايكر، فأنت ما بتطلع تعرف قديش كميته بالضبط، هل هي نسبته؟ هاي في ناس بيعتمدوا على دروب البلاد بريشر والبلس، في ناس بيعتمدوا على دروب الهيموجلوبين. انه لازم يكون في دروب الهيموجلوبين اقل شيء 1.5 جرام حتى اعتبر انه هاي مريضه صار عندها بي بي اتش، فتعريفه مختلف، مشان هيك انا بقدر اقيمه 100% قديش ذا انسر از نو. انا باخذه كلينيكال ليتل بيت في زياده بلد بالبلد لوس، ليتل بيت المريضه هايبوتنسيف تاكيكارديك بقول والله في بي بي اتش. بالسيزيريان
بقدر انا بعد الابدومينال هذول بنشف فيهم، بعد الجوز بعرف والله الابدومينال فيها 100 سي سي، اذا انا نشفت ب 10 معناته هاي مريض وسوكت، معناته هاي مريض خسراني لتر، غير طلع مع البلاسينتا وغير طلع بالسكشن، فبقول اه والله هاي عندها بي بي اتش. بس اذا انا مستخدم فوطين بس تو ابدومينالز تو بادز، معناته هاي مريضه ما عندهاش بي بي اتش، فهو الاستيميت تبعه صعب. يس تمام دكتور. أنا بس عندي سؤال دكتور. تفضل. هلا إذا المريضة ماشية على coagulation drugs أو إشي، هلا قبل قد إيه من الدليفري it's favorable to stop عشان يكون effective وقت الدليفري؟ سؤالك كويس وهاي، بس يمكن هو مش محن. أوكي. هلا مثلا إحنا البيبي أسبرين بالعادة إحنا بنوقفه بنهاية الشهر الثامن. تقريبا بين 34 و 36 اسبوع اي وقت بتيجي مريضه من وقفه، لانه معظم المرضى بولدوا التير، فانا بوقفه مشان فائدته هلا تقريبا بتكون خلصت. والبيبي اسبرين زي ما اخذته بالكتب انها تقريبا بده اسبوع تيشتغل، كيف بده اسبوع تيوقف شغل، لانه بيشتغل انه بيعمل الريفرسبل انهيبيشن للثرومبوكسين، فكل بليتت الموجوده هلا خربانه، فانا بستنى بليتت جديده تطلع، وعمر البليتت تقريبا 7 ايام ان افريج. فأنا بقول للمريضة بتوفيه على 35 أسبوع، لأنه أنت يوجوالي بتولد على 37 بيكون أوريدي بليتت الجداد اشتغلوا مشان ما صار عندك بي بي اتش. طب دكتور اللو مولوكيولار ويت هيبرين، اللو مولوكيولار ويت هيبرين بشغل 12 ساعة، فأنا بقول للمريضة الماشي عليه ظلك عليه، بس يصير عليك وجع إذا احنا بلانينج فاجينال ديليفري، بس يصير عليك وجع وقفي. إذا دعملها سيزيريان بقولها تاخذي هوش ذا دي بيفور، انا دعملها سيزيريان الاربعاء بقولها اخر دوز خذيها يوم الاثنين، يوم الثلاثاء ما في داعي تاخذي. فيوجوالي احنا بنوقفه. هلا في مرضى بيكون ماشيين على ثيرابيوتيك دوز لانه صار عندهم دي في تي ريسنت، هذا مرضى بدهم مانجمنت بيوند ثاني خامسه لهم شيء معين، ما موقفه كله، بنحول لهم على انفراكشنيتد وبندخلهم بنعملهم شيء اسمه بلاند ديليفري مشان ما يجوا صدن يولدوا هم على ثيرابيوتيك دوز، لان هذول ذي ويل بليد ماسيفلي ديورينج ذا سيزيريان سكشن ذات داز، فهذول بنعملهم شيء اسمه كنترول ديليفري. بس يوجوالي المرضى ماشيين على بوفيلاكتيك دوز دكتور اسبرين وهاي متى نوقفه؟ الاسبرين لازم يتوقف في الشهر الثامن، الكليكسين بتوقف تقريبا 12 ساعه قبل الدليفري. طب كيف بدها تعرف المريضه؟ بنقولها بس يصير عليك وجع وقفي. هل هو اسوشيتد وذ بليدنج كثير دكتور؟ لا، ال 40 ملغ ما بيعملش بليدنج، بس احنا بنقول المريضه قبل 12 ساعه وقفي، وحتى نكون سيف للسباينال والابيديورال شود بي ستوبد 12 اورز بيفور. مين انتي سالتيني؟ هلا دكتور دي 7. هلا بنات. هلا دي 7. اوكي دكتور ممكن سؤال؟ تفضلي دكتور. ممكن اكو مثلا سيرجيكال مانجمنت ثانيه تكون افكتيف في حالات مثلا يوتراين تامبونيت نستخدمها ولا لا؟ حكينا حكيت بيلنش، في شيء اسمه بيلنش سوتشر، الهدف منها تكون برس ليوترس، في موديفايد بيلنج، في بيلنج، في لها انواع كثير، انتم كطلاب مش مهم، اسمها كومبريسنج سوتشرز، يو كومبرس ذا يوترس باي طريقه. مين انت؟ دكتور غادر عز دي 6. هلا دي 7؟ نعم. هلا سالتيني قبل شوي دي 7؟ يس. ومين انت سالتيني ثاني مره؟ دكتور غادر عز دي 6. خلاص ممتاز، يعطيكم ألف عافية. ظل حدا يسأل يا روان؟ أتوقع إحنا هيك غطينا موضوع كامل من جميع النواحي، ما ظل إشي. يعطيك العافية دكتور. يعطيكم ألف عافية، مع السلامة.